احنا عارفين انه الاهلي والزمالك واللقاءات التي لا تتوقف والاحباطات التي لا تتوقف برضو من بعض اللاعبين ومن بعض من اداء بعض اللاعبين وبعض المشجعين يعني، لكن الاهلي والزمالك بيعقدان موقفهما في دوري ابطال بيعقدان عفوا عقدوا الموقف ليه؟ لانه النهارده الاهلي خسر بهدف نظيف امام سان داونز الجنوب افريقي، وامبارح الزمالك كانت فيه خساره واضح انها كانت محبطه جدا للمشجعين امام الوداد المغربي بنفس النتيجه. الاهلي عنده 4 نقاط، الزمالك عنده 2. احنا عارفين انه مشجعي الاهلي والزمالك مش في احسن حالاتهم اليومين دول، فخلونا نفهم ليه الموقف اتعقد وليه الحكايه بتتغير بشكل درامي كده من الناقد الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتوره ديما، واهلا بكل مشاهدينك وكل مستمعينك. طيب طبعا بطوله افريقيا واحده من البطولات العزيزه جدا على كلا الفرقتين، ليه بقى احنا شايفين انه في اداء كده ما هواش موفق او ما هواش قدر توقعات المشجعين، وايه التاثير لهذه الهزائم على فرص الفوز؟ بالتاكيد طبعا الزمالك النهارده ودع بطوله دوري ابطال افريقيا رسميا بعد فوز بيترو اتلتيكو على فريق سجرادا. كده الزمالك عنده 2 وما عندوش اي حظوظ، بقى ودع البطوله رسميا بخسارته من الوداد المغربي، يعني كده خلاص بيترو اتلتيكو 10 والوداد 9 والزمالك كده فاضل ماتشين تحصيل حاصل لا قيمه لهم، وبالتالي الزمالك كده اول واحد من الفرق المصريه ودع المنافسات بشكل رسمي. باقي الاهلي، الاهلي عقد موقفه وصعب موقفه شويه، لكن الاهلي موقفه مختلف شويه عن الزمالك، الاهلي انه جمع 4 نقط وكمان الاثنين اللي بينافسوه الهلال السوداني والمريخ السوداني كل واحد فيهم عنده 4 نقط، لكن ميزه الاهلي فرص الاهلي اقوى ليه؟ لان الاهلي هيلعب الماتشين الجايين مع المريخ ومع الهلال السوداني هنا في مصر على ملعب الاهلي والسلام، وبالتالي الاهلي في حال الفوز في الماتشين يصعد مباشرة. وكمان الاهلي ممكن يعني ليه حسبة ثانية، ممكن ب8 نقط يصعد وممكن ب6 نقط يصعد. لأن الفرقتين هيلعبوا برضو فريق سان داونز، وبالتالي الاهلي عنده فرص قوية وحظوظ قوية للصعود. لكن اللي مزعل جماهير الاهلي إن في تباين وفي اختلاف في مستوى الاهلي، يعني مش معقول الاهلي يكسب بيراميدز 3-0 وبعد كده يروح يخسر من سان داونز 1-0. وقبل كده خسران على ملعبه من سان داونز بنفس النتيجه، وبالتالي جمهور الاهلي ما تعودش ان الاهلي حامل لقب في اخر نسختين انه يخسر ذهابا وايابا، وبالتالي من نفس حاجه مش معتاده من نفس الفريق، حاجه مش معتاده، وبالتالي هناك غضب اهلاوي طبعا من جماهير النادي الاهلي. لكن موقف الاهلي نسبيا افضل او على ارض الواقع هو افضل بكثير من الزمالك اللي ودع البطوله بهزيمته على ارضه من الوداد المغربي امبارح. اذا التداعيات يا دكتوره دينا، التداعيات ايه بقى؟ ان احنا الاهلي والزمالك هم قوام منتخب مصر، وبالتالي احنا عندنا ماتشين في قمه الخطوره امام السنغال 25 و29 في المرحله الاخيره والختاميه من تصفيات كاس العالم، يعني ماتشين. يعني حضرتك تقصد انه الاداء المتواضع لكلا الفرقتين محبط كمان في توقعاتنا لاداء المنتخب؟ بالتاكيد حضرتك ده قوام منتخب مصر، يعني لما تشوف لعيبه الاهلي والزمالك اللي بيمثلوا 70% من قوام منتخب مصر بهذا الشكل وبهذا السوء، لازم نحط ايدينا على قلبنا، ولازم مستر كيروش وجهازه معاون يحط ايديهم اكتر على قلبهم، خايفين خصوصا ان انت النهارده برضو عندك خبر مش لطيف، اصابه محمد صلاح وخروجه في الدقيقه 63 في ماتش ليفربول امام برايتون، وبالتالي كل الظروف مش لطيفه، هزيمه الاهلي والزمالك، اصابه صلاح مش عارفين موقفها ايه حتى الان.